المتطرفة بتدرك جيدا أن معاركها ليست محصورة في السياسة ولا حتى تحت دخان الطلقات النارية بتاعتهم اللي بيصوبوها تجاه خصومهم، ولكن يعني هناك معركة أخرى وهي المعركة الإعلامية اللي بتنفذها بالتوازي مع معركة الاغتيالات اللي ظهرت مع الزراعة العسكرية لجماعة الإخوان الإرهابية في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي، مع بدايات الإعلان عن النظام الخاص أو الزراعة العسكرية للجماعة بدأت الاغتيالات. صحيح أن الكتائب الإلكترونية كانت بتستهدف المعارضين لجماعة الإرهاب، جماعة الخونة، جماعة الإخوان من داخل أو خارج التنظيم، وتم التخلص منهم نهائيا عن طريق الاغتيالات. ولكن اللجان الإلكترونية بتقوم بالدور نفسه دلوقتي في تحقيق عملية الاغتيال، ولكن من خلال التصفية والتهديد الدائم بالإرهاب المعنوي زي ما جمال العيد كده بيعمل. والحقيقة الاثنين شاهدين على عنف جماعة الإخوان الإرهابية. ركزوا معايا عشان في كلام مهم في هذا التقرير المسرب من داخل تنظيم الإخوان الإرهابية. اللجان الإلكترونية للجماعة أهم مهامها في التعامل مع معارضنا واللي يعني بتمثل سلاح التنظيم الإخواني في مواجهة الدولة المصرية. وحسب هذا التقرير بيتراوح أعمار أعضاء هذه اللجان الإلكترونية ما بين 20 عام و25 عام، واللي بيشرف عليهم شخص خدوا بالأسماء أهو، يدعى محمود الإبياري اللي بيعد الذراع الأيمن والأمين للأمين العام للتنظيم الدولي ونائب المرشد العام القائم بعمله حاليا للإرهاب إبراهيم منير. هذه اللجان بتخضع إدارتها للجنة إعلامية، أو اللجنة الإعلامية اللي هي بتنظم العمل وبتدير الحملات وجمع المعلومات اللي هي بتطيح للتنظيم الإرهابي اتخاذ قراراته بالاغتيال المعنوي لكل من يتعرض للفكرة المؤسسة اللي هي فكرة الإخوان. حسب هذا التقرير والمعلومات المسربة من داخل التنظيم الإرهابي، هذه اللجان الإلكترونية للإخوان الإرهابية تابعة لقسم الرصد والمتابعة التابع إلى اللجنة الإعلامية اللي بتدار منين؟ من بريطانيا، من لندن. بيقوم بإدارتها مين؟ الهارب الإرهابي الهارب عادل الأنصاري. هو أيضا مسؤول عن إدارة قناة وطن الإخوانية، وهو أيضا مسؤول ملف الإعلام في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية. مرتبات العاملين في اللجان الإلكترونية الإخوانية بتتراوح ما بين 1500 دولار إلى 3000 دولار. معظم هؤلاء بيتواجدوا فين؟ في لندن، وجزء منهم موجود في قطر وتركيا وأمريكا وهولندا. الجماعة الإرهابية بتستغل حاجة هؤلاء الشباب للعمل، فبيقوموا يوظفوهم في أعمال بتتعلق بالهجوم على المناوئين للتنظيم مقابل هذه المرتبات المغرية. وطبعا